أخبار اليوم. أولا كلمة مزاد لازم تتاخد بحسم أكتر من كده، لأن أنت بتروح تزايد على بضاعة عندك موجودة، يعني هختصر لحضرتك الوقت، والكشف فيها بيتم من أول، يعني لازم يروح المزاد يكون عنده خبرة في مجال السيارات، لأن هو مزادات عن تشتريها من السوق أو تشتريها من محل، ما تقدرش تاخد العربية تروح تكشف عليها عند الوكيل أو حاجة، أنت بتروح تشوف العربية حديدة كده وتحط فيها سعر. خلاص؟ وأنا لفيت لحضرتك القصة دي عشان أجي لك عند كلمة سعر. كلمة سعر ده بقى أنا شايف القصور بقى في المزادات وخصوصا عند وزارة المالية متمثلة في الضرائب. أنت ليه بتاخد وقت طويل قوي في تخزين العربية سنة اتنين تلاتة وبعدين تعمل عليها مزاد؟ ليه؟ بمعنى إن العربية لما بتتركن بتبوظ. والمطر والشمس قيمتها بتقل. فأنت لو عملت مزاد خلاص العربية دي تعرف إن صاحبها مقصر ومش هيدفع جوه. أعمل مزاد الشهر الجاي. إيه اللي خلينا أعمله السنة الجاي؟ خدت مطر وخدت شمس، انت لو هتشتري عربيه واقف دايره وزي الفل دلوقتي، خدتها بعد 3 4 سنين هتبقى عامله ازاي وهي واقفه؟ كاوتش باظ، بطاريه باظت، صدت، الازاز اتكسر، كل واحد سرق منها حاجه في المخزن، اللي عايز يجامل واحد صاحبه في طاسه وفي فانوس وبتاع. احنا خلينا عاملين عشان انا بحب البلد دي، مش مستني اي حاجه، لا منصب ولا مستني اي مردود غير ان انا اكون نواه كده طوبه صغيره في ان احنا نبني بناء اقتصادي سليم مش اكتر. فانت بتركن عربيات بمئات الملايين او ما اعرفش توصل خط المليار، بعد كده بتيجي بعد 3 4 سنين تقول هبيعها. انت لو بعتها النهارده هتجيب 10 قروش، بعد 3 4 سنين هتجيب 6 7 قروش. ده باللوجيك، يعني الركنه دي بتاثر من قيمتها جدا. ف يعني دايما تلاقي بره المزادات بسرعه بسرعه بسرعه, بسرعة. عندك 100 عربيه بيعها، مش مهم يبقوا 1000، عندك 50 عربيه بيعها وبيستنى ليه يبقوا 1000 عشان ابيعهم، عشان اقول المزاد اكتمل يا عم بيع ال 50 بيع ال 10. انت فهمت قصدي ايه؟ ده انت وقف ناس على الباب على طول، والعربيه دي اول ما تاخد عندنا عربيات كذا نزل بيها على الويب سايت ولا على حاجه، عندنا 5 عربيات، عندنا 10 عربيات تتباع الجمعه الجايه، ايه المشكله؟ صح. طب يا عمر بيكون عربيه، حابين نعرف دور البنوك في تمويل افراد السياره بالنسبه للمستهلك، هل حضرتك ملاحظات عليه؟ انا شايف ان الفتره اللي فاتت رفع سعر الفايده على المستهلك في قرض السياره، دي حاجه بسيطه. البنوك تعتبر العمود الفقري لتمويل السيارات في مصر. ناس كتير قوي تبقى عندها طموح انها تشتري عربيه مش قادره تشتريها، فلولا مساندة القطاع الصرافي في القصه انه يقدر يقسط لك على فترات تتراوح من 5 لـ7 سنين في بعض البنوك، وبقى في تنافس في سعر الفايده بين البنوك، وفي اصبح دلوقتي في شركات كمان، شركه تمويل خاصه لقطاع السيارات بدون ذكر اسماء، برضه دي اغلى شويه من البنوك، لكن نظرا للظروف الاقتصاديه ما احنا في دايره في سيركل. الشركات اللي بتقسط دي بتعمل ايه؟ بتاخد شيكات العملاء وتقطع عليها في البنك وتاخد نسبه من البنك وتقسط تاني دايره. يعني لو انا بعت عربيات بمليون جنيه حطيت شيكات في البنك بمليون جنيه، ممكن اخد اقطع على الشيكات دي واخد في نفس الوقت 70% مثلا من قيمه الاجمالي الشيكات اللي انا حطيتها، وهكذا عشان ادور فلوسي. خدت بالك حضرتك ازاي؟ لو البنك غلى على الشركه اللي بتقطع على الشيكات دي هيضطر يغلي على المستهلك، يعني في الاخر المستهلك بيدفع فاتوره اي زياده. لا البنك هيطلع خسران ولا الشركه ولا البايع ولا التاجر ولا اي حاجه. انا وحضرتك واي حد بيتفرج علينا او بيسمع لنا دلوقتي يقول لك اي سلعه بتغلى سعرها المستهلك اللي بيدفع الفاتوره. البنك بيبقى فيه اتفاقات دوليه مع البنوك الدوليه وفي قروض مستحقها الدولة اتأخرت، فابتدت البنوك القروض تيجي على قروض، فبقت تكلفة القرض زادت في البنوك وبالتالي تكلفة الإقراض ارتفعت، وبالتالي برضه طب خلاص اللي هيستلف مني هستلف أسلفه على الغالي لأن أنا بقى تكلفتي أغلى. وهكذا. طيب حكي الكلام كله اللي صار دلوقتي قرض السيارة في البنوك إن الارتفاع مبالغ فيه، يعني السوق المصري مش محتاج إن أنا أقعد أدخل البنوك، يعني البنوك بيقول لك كده المستثمرين كبار بتوع الصناعات بيقول لك ان احنا قرض السيارة سلعه رفاهيه المفروض يعني نحجم شويه وندي للصناعات المتطوره، صناعات الثقيله، صناعات كذا. ما انا قلت لحضرتك الصناعات دي الصناعات المكمله والصناعات المغذيه، ما نديش للسيارات نفسها كقرض سياره اللي هي السلع الرفاهيه اتكلموا عنها. ايه تغيير حضرتك كده؟ اولا السياره زي ما قلنا هي مش بس رفاهيه، داخله زي ما قلنا في الاول البرنامج انها داخله في كل المشاريع سواء صغيره او كبيره الى المشاريع القوميه. نمره اثنين، في من ضمن بنود تكلفة الإقراض للبنوك تكلفة المخاطرة.
يعني البنك بيقول لك انا السنه اللي فاتت مولت عربيات بمليار جنيه، ناس كتيره تعثرت بحدود 100 مليون او 50 مليون وبتاع، فالى ان ارفع قضايا بقى واخد فلوسي، فدي بقت مش بالسهوله دي، مش بالسهوله دي. يا ريت، ده انا بناشد بقى وزاره العدل والنائب العام والقيادات القضائيه في مصر ان يكون في تعجيل في القصه دي. احنا كشركات ما فيش تاجر عربيات او بنك لو رجعت له حضرتك هيقول لك ما عنديش نسبه كبيره جدا من الناس اللي مشتري عربيات بالقسط مش دافع الاقساط في ميعادها وبنجري وراها. والقضيه بتاعت الشيكات في مصر بالذات من اضعف القضايا، تقعد تجري وراها سنتين ثلاثه، بعد يقول لك يطعم في صحه التوقيع، تاخد لك سنتين ثلاثه تكون قيمه الفلوس دي ولا تذكر، ده انت لو عرفت تاخد العربيه. تمام. ومش من حقك تروح تاخد المفتاح من تحت البيت وتمشي حتى لو العربيه عليها حفظ ملكيه قانونيا. امال ايه الحل بقى؟ هو انت بتعمله انه ما بيقدرش يجدد ولا يقدر يمشي بالعربيه الا يتمسك في لجنه في المرور او حاجه. لان انت ممكن تروح تاخد عربيتي من تحت البيت وانا مقصر وحرامي واستاهل قطع رقبتي وكل حاجه. اوكي خد، بس انا كنت حاطط 200,000 دولار في العربيه، حاطط ثروه قد كده في العربيه، يبقى انت سرقت الفلوس مني في العربيه. فهي ما بتتمش هو بالدراع كده ان انا اخد عربيه من تحت البيت وامشي. لازم القضاء يتدخل او عن طريق ضبط واحضار وحاجات زي كده. شكرا جدا، متشكر جدا، ولنا الشرف ان احنا نكون مع حضرتك والبرنامج، وكل سنه وحضرتك طيب. شكرا جزيلا.